نبدأ جولتنا من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت جوجل تتيح لمساعدها الرقمي لتلفاز أندرويد. أعلنت شركة جوجل إطلاق مساعدها الرقمي أسيسنت لأجهزة التلفاز الذكي المزودة بنظام تشغيل أندرويد. وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهاز انفيديا شيلد تي في يعتبر أول طراز يتم تجهيزه بالمساعد الرقمي من جوجل، الذي سيظهر أيضا في أجهزة سوني برافيا تي في خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكرت جوجل أن وظيفة المساعد الرقمي ستقتصر في البداية على أسواق الولايات المتحدة الأمريكية على غرار ما تم مع الهواتف الذكية. صحيفة البيان الإماراتية عنونت جوجل تسخر من أبل وآيفون. سخرت شركة جوجل الأمريكية في مؤتمرها الصحفي العالمي الذي أطلقت فيه هاتفيها الأحدث بيكسل 2 وبيكسل 2 XL من منافستها أبل وهواتف آيفون. واعتادت جوجل منذ فترة على السخرية من هواتف آيفون، خاصة وأنها تعتبرها المنافس الأبرز لها، والتي كان أبرزها قبل الإعلان عن بيكسل 2 عندما قالت: إذا ما كنت ترغب في اقتناء آيفون X عليك الانتظار قليلا حتى 4 أكتوبر ثم اتخذ القرار. إلى صحيفة اليوم 7 المصرية التي عنونت ميزة جديدة بهواتف جوجل تحافظ على حياة المستخدمين خلال القيادة. كشف تقرير جديد أن هواتف جوجل الجديدة بيكسل 2 وبيكسل 2 XL يمتلكان ميزة جديدة قادرة على إنقاذ حياة المستخدمين. فبمجرد الضغط على زر Do Not Disturb أسفل تبويب درايفنج، فإن الهاتف لن يعطي أي تنبيهات بخصوص الرسائل النصية الواردة أو المكالمات إذا ما شعر أن المستخدم متواجد داخل سيارة متحركة بالفعل. وإلى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت أبل أعطت أوبر مفاتيح للوصول لمعلومات مستخدمي آيفون. أعطت شركة أبل خدمة الركوب أوبر إمكانية الوصول إلى ما هو أكثر من مجرد موقع مستخدمة آيفون الجغرافي، حيث وفرت لها أداة من شأنها أن تسمح لتطبيق أوبر بتسجيل شاشة المستخدم أو الوصول إلى معلوماته الشخصية من دون علمه، حتى لو كان التطبيق قيد التشغيل في الخلفية. وصرحت أوبر أنها لم تستعمل هذه الميزة، وأنها كانت بالأساس بمثابة إرث لتطبيقها على ساعة أبل واتش الذكية. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.